السلام عليكم. هو احنا بنعمل الكرتن وول ما بيقدرش يتعمل على شكل قوس، يعني خلينا نقول له نرسم وول، وبعد كده هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم كرتن وول، او اختار القوس اهوت ما بيرضوش، يعني حتى انا محدد له شكل القوس هو بيرسمه على الخط مستقيم. تمام، طيب نجرب نرسم ماس، يعني لو قلنا له نرسم ماس امبليس ماس، ونرسم دايرة بالشكل دوت، وأقول له الدايرة دي اعملها ماس مجسم، بيقول لي انت عايزها على هيئة كورة ولا عايزها على هيئة اسطوانة، ماشي على هيئة اسطوانة وفينيش ماس، وندخل في 3D نشوفها. المفروض ان انا اروح دلوقتي ل مثلا سايت واقول له انا عايز ارسم وول، واختار كرتن وول، برضو راح ارسمها بخط مستقيم. طب ايه الحل؟ الحل ان انا ارسم حيطة عادية بسمك الزجاج واخلي الماتيريال بتاعتها زجاج، ده الحل المنطقي. ان انا هقول له هنا من وول انا عايز ارسم وول ارتكشر، واختار وول معينة واصغر السمك بتاعها، تمام، وبس الماتيريال هلعب فيها. تمام، خلينا نختار مثلا حاجة زي الجينريك 140، وادخل هنا اقول له الماتيريال ديت عايز اغير الكونكريت دوت لزجاج، ساعتها تقدر تعملها بأي شكل انت عايزه. اهو اقول له انا عايز جلاسز، وبعد كده تقدر ترسم قوس زي ما انت عايز. طيب لو انا عايز بقى اعمل الكيرتن والميلينيوم والحاجات ديت، كل الحاجات دي تقدر تعملها كجينريك موديل، يعني اقدر اجي كده في من كومبوننت اقول له انا عايز اعمل موديل امبليس وابدا ارسمهم يدوي، خلينا نخليها جينريك او وول، وتبدا ترسم اي شكل، سواء بقى ترسمها بالاكستروشن او ريفولف او سويب، يعني خلينا نرسم مثلا سويب، تمام، سكتش باص، انا عايز ارسم الباص بتاعي، تبدا ترسم الباص بتاعك مثلا من هنا لهنا، تمام، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم البروفايل بتاعي، وترسم شكل دايرة بسيط كده. على سبيل المثال تقدر بقى تاخده كوبي فوق خالص، وهكذا تبقى انت كده رسمت الكرتن وول على هيئة كيرف بالشكل دوت.